وأفتى بأن مجامعة الخنثى في نهار رمضان لا تفطر، كما في بغية الطالب 192 أو الطبعة الجليلة صفحة 243، فهو من هواة جمع شذوذ الفتاوى وزلات العلماء وتتبع سقطاتهم ونشرها بين عامة المسلمين لفتنتهم عن دينهم. وأفتى بأن مجامعة الخنثى في نهار رمضان لا تفطر، كما في بغية الطالب 192 أو الطبعة الجليلة صفحة 243، فهو من هواة جمع شذوذ الفتاوى وزلات العلماء وتتبع سقطاتهم ونشرها بين عامة المسلمين لفتنتهم عن دينهم. جاء الحديث بغربة الإسلام، فليبكي المحب لغربة الأحباب، فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب، ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتابه، لا يأخذون برأيهم وقياسهم، ولهم إلى الوحيين خير مآبِ.